طول بالك ما عرفت انت وياها. انا ما بحكي مع اولاد رجاحي يا لك حكيني لإلي، حط عينك بعيني واحكي معي، روح على حارتك والله معك. شكلكم ما عم تفهموا انتوا عم تحكوا مع موريس ساعتك ولا مين موريس يعني؟ بدي ارجع اسوي قصدك شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ مجودات في واحد عم بيقوص من برا صابه لساعتها يموت يلا يا شباب يلا عدكان يلا عدكان يا شباب مثل قهوه يلا مثل قهوه شو يا شباب يلا على مهلك يلا على مهلك رشته امرك سيدي هاتو حاضر سيدي والله مو انا والله ما دخلني يا سيدي والله ما كان معي غير شبريه يا سيدي هيك مرة يمشي الحال. إن شاء الله تقصر بشوي. مرة يمشي حالة لي. هاي بدها مستشفى والله. مو موريس اللي أوصني عنه. أبي لا تحكي الله يرضى عليك أنت سكوت هلا خليك مرتاح. لا بدي أحكي أبي بدي أحكي. لك أبي لا تحكي الله يرضى عليك. عمي بعصام أسرج لك خليني أحكي. أحكي شو بدك تقول لك أبي قول قول. اسمعوني يا جماعة. اسمعوني أنا. أنا سرقت سكوت زعتر سكوت لا عقيد لا بدي بدي أحكي هلا وقت إني أحكي عم أقول لك سكوت مو وقت هلا لا تحكي شيء أنا اللي كنت أنزل على بيوتكم وأسرى أنا اللي نزلت على بيتك يا بشير سرت سوارت برتب بس يشهد الله علي ما انكشفت الحريم بنوب زعتر خلصنا خلص خلص وهات الزرمي وهات الزرمي يا جماعة كان سبب كان سبب توبتي وهدايتي لوجه الله تعالى الله يجزيك الخير يا عقيد الله يجزيك الخير خود بشير خود اي سوارة مرتك سامحني بوس سامحوني سامحوني سامحني يا بشير سامحني بوس رجلك سامحوني كلياتكم ببوس رجليكم وايديكم والله كنت فوت على بيوتكم مشان اكل ما كان في بيت ياويني اسمعني من الاول بعدين عرفتني اللي بدك تاخذه انا حملت حالي وحتى اتخانق مع معتز قام طلع زعتر بوشي
اتخانقت انا وياه بايدي، قام طلعت الفشكه وما مسحتها بين ايدي، ورب موسى يمكن الفشكه كانت لإلي. ني لوحدك حكيتها؟ انت كنت رايح تتخانق مع معتز، ما رستو ضب جوا وجيب لي معتز داخل منه. الله ورب موسى ورب موسى وين اللي قتلته؟ ورب موسى لا يعدمك حياتها. الله يسامحك يا عكي. ظلمتك معي. الله يرحمه. الله يرحمه يا شهر مصراج. مرحبا عكي. خير مستو. بدك شرف معي. لفين؟ على الكراكون، قال أبو جودة هذا اللي اسمه موريس كان جاي على الحارة لهون وبدأ يتخانق معك. يا رب. اسمع لله كريستو، وصل له لأبو جودة على لساني، قل له إنه أيامك قربت يا واطي. شو أيامك قربت يا واطي؟ روح الله معك. ايه بقل له ليش لا. السلام عليكم. وراني ماشي صغير ماشي. انت سمعت معتز عم يقول عني ابو جودة ايامه قربت؟ ايه سيدي انا سمعته. امشي معي. لوين سيدي؟ طول بالك سيدي. شو نسيت انه في زلمه مقتول بالحاره والناس فاير دمها؟ ايه انت ما شفتوش معتز شلون كان عم يحكي سيدي؟ يعني نستنى؟ سيدي انا برايي خلي الزلمه يندفن اول شيء والناس يبرد دمها، بعدين نحن بنروح نساوي ترحيب الموضوع. سيدي العين حمرا علينا كثير كثير يا سيدي. العين حمرا علينا كثير سيدي. نحن بعدين ما حقنا بالموضوع، رحنا جبنا موريس وحطيناه بالسجن، ويمكن اهل الحاره اليوم بكره بعد بكره يهجموا علينا سيدي. لك شو عم تحكي انت؟ شو يهجموا علينا؟ شو نحن ذكان؟ نحن مخفر، نحن سلطه يا ابني. سيدي انا ما دخلني، انا سمعت اهل الحاره هيك كانوا عم يلتتوا مع بعضهم. قال هدول جماعه الكراكون شو شاطرين على شرب شاي وارض كعك وعلى بلع مصاري. اسمع يا رستم الله يرضى عليك، بتشدد لي الحراسات حوالين المخفر وكل ربع ساعه بتعمل دوريه على العناصر، ما بدي تطير الطايره هو حوالين المخفر. حاضر سيدي. بلا وبس تهدى الاحوال بنروح بنحقق مكان الجريمه ونعرف منين اجت الفشكه. هيك ها سيدي، خليهم يشوفوا اهل الحاره انه نحن جماعه قاعدين عم نشتغل. وصلك يا رستم. احترامي سيدي. شو هالحارة الطبيعية؟ يخرب بيته، رح يجيبوا آخرتي. وينو موريس؟ ما بعرف يا ري. ابوك كان هول وسأل عنه. ابو سأل عنه؟ ما بتعرف وينه؟ لك عم بسألك ما بتعرف وينه؟ وبعدين معك رجعت تغط؟ وين كنت مبارين؟ بالبيت وين بدي كون؟ إذا ما عندي شغلة اشتغلها خليني روح لقيت رزقي معلم. لقيت رزقه اللي بيسمعك بيفكر الشغل عندك مقطع بعضه، ما طول عمرك عواطلي وقاعد بالسوق عم استنى حدا يعتل عليك، شو عدا ما بدا صار عندك شغل وارزاق. مو هيك قصدي معلم، مو هيك صراحه. انا عم مل، المعتز وزعتر الله يرحمه. انت شو عرفك انه زعتر انقتل؟ سمعت وانا جاي بالحاره سمعت يعني. ايوه. ليش انت لما بتجي على البايكي بتجي من طريق الحاره؟ لا لا سمعت من برا لبرا يعني.
وين كنت امبارح بالليل؟ قلنا لك بالبيت يا معلم. مش كان الشغلة اللي ببالي طلعت مزبوطة؟ والله لا خليك تندم على اليوم اللي ولدت فيه. شو اللي ببالك معلم؟ قل لي. أتذكر. ايه وانا شو اعمل هلا؟ لا تعمل شيء لك هلال. كلمتين وردها طاهر. شغلك عندي خلاص. خلاص خلاص. امرك. موريس ما فيني اخلي سبيله. ليش بقى ما فيك تخلي سبيله؟ شو عامل؟ شو ابو العز؟ انت حبيبي وصاحبي ونور عيوني على راسي، بس هذا مو شغلك. مو شغلي؟ بسيطة لك ابو جودات. بسيطة مو شغلي. ابو جودات الله يرضى عليك. انت بتعرف حق المعرفة انه موريس ما دخل بقتل زعتر. زعتر الله يرحمه مات انغدر، بس موريس ما دخل وانت بتعرف هذا الشيء. الا ايش كان بدك تتبلى؟ هذا بحث ثانية. ابو جودات ما راح ضيع وقت معك. بدك تعطيني موريس ولا لا؟ وش كان ما طالعته يعني؟ شو بدي اطلع معه؟ شو فينك تعمل؟ بنزل انا والحاخام نعوم لعند المندوب السامي، شو قلت؟ ولو يا حكيم موسى، الله يسامحك، ما بدك كل هالشيء يا اخي، ما وصلت لهون، طول عمرنا بنحل مشاكلنا بين بعضنا. روح طالع موريس لكان. موريس ماله على ابشي. يلا ابو جودة يلا، يلا لفها بيناتنا الحكي يعني، بعدين انت لحقت بالموضوع ولا شفت شلون صارت الجريمة، خلصنا. لك يا ابو عصام، يا ابو عصام، انت سيدي عارفيني يا اخي. ما فيني لحتى تهدى النفوس شوي. أنا ناطر النفوس لتهدى. بسيطة لك أبو جودات، بسيطة بسيطة. عزو قلت لك أنت صاحبي ونور عيوني، بس ما دخلك بنوب. يلا يلا.